إلى استمرارية الكرة المالية بدون أهداف. عزيز المشاهد للأمام، جميل حتى الآن أداء فريق ريال بيتس بالفعل. كرة في المكان السليم عن طريق كاسترو، هذه خطيرة. جول جول، يتقدم يتقدم ريال بيتس. نعم ريال بيتس يتقدم بعد خطأ فظيع، خطأ حارس المرمى كيلور نافاس. هو عمل الصعب، عمل الصعب ولكنه سقط في الامتحان السهل. يسجل هنا سنابريا، سنابريا هذه الكرة الماضية. وقبل أن يسجل نادي ريال بيتس كنا نتكلم عن بالفعل وصول هذه الكرة اللي أخذها في المرة الأولى، ولكنه بعد ذلك، بعد ذلك الكرة السهلة شل الصعبة، سقط في الامتحان السهل. هذه الصعبة لكن السهل عينك 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 على السهلة. هو اللي دفع الكرة بيده ووصلت إلى الشباك. وسنابريا، أنطونيو سنابريا القادم الروما الإيطالي، يسجل رابع أهدافه هذا الموسم في العالم. لدينا محاولة عن طريق مارسيلو كما ذكرت، ضغط الآن من جانب ريال مدريد، خطيرة. جول جول، سيد الأهداف في مدريد كريستيانو رونالدو، سيد الأهداف في مدريد. يعيد مدريد ويعيد الريال إلى التعادل. وتحدثنا عن أهمية أن يسجل الريال قبل أن ينتهي الشوط الأول. نعم المرور، العمل كان جميل والرأسية أجمل. وسيد الأهداف، سيد الأهداف في مدريد يأتي بهدف. نعم ويتعادل ريال مدريد في توقيت لا شك أنه ممتاز، وبالتالي الارتقاء جميل. وكريستيانو رونالدو أمس هذا التوقيت، سيرخيو راموس كرة تلعب ولكن تبعد، ولا زالت المحاولة قائمة والكرة مستمرة. الكرة إلى ضربة ركنية، ضربة ركنية، ضربة ركنية. يا له من ضغط رهيب ويا له من استبسال كبير من جانب لاعبي نادي ريال بيتيس. متعادلين في البرنابيو ويلعبون المباراة ناقصين طبعا بعد حالة الطرد التي حدثت على بيتشيني الإيطالي. كرة من ضربة ركنية تأتي عالية، الله، مهاجم في كرة القدم. اي والله اي والله، انت مهاجم، انت مدافع عن الف مهاجم، يسجل الاهداف، ينقل ريال مدريد من حال الى حال ويغير الاوضاع. وكيف كان الريال وكيف اصبح الان ريال مدريد، ريال مدريد يتقدم بالهدف الثاني بعد كرة اخرى، بعد راسية اخرى. وقبل ان ياتي الهدف بثواني كنا نتكلم عن هذا التوقيت، هذا التوقيت سيرخيو راموس وسجله بالفعل.